مشاهدينا اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج منظمه التحرير حاضر ومستقبل. في هذه الحلقه نتناول هيئه مقاومه الجدار والاستيطان. الهيئه هي احدى مؤسسات المنظمه، كانت مؤسسه حكوميه، كانت هيئه وكانت لجان ثم اصبحت احدى المؤسسات ومستقله. للحديث عن هذه الهيئه لتوضيح دورها لتوضيح اهدافها التطور الذي حصل على جهودها ونتائج اعمالها نلتقي بالمهندس الوزير وليد عساف رئيس هذه الهيئه مع الوزير اهلا وسهلا اهلا بكم يعني في في تطور مؤسسات المنظمه تطور جهودها تطور برامجها حقيقه الهيئه احدى المؤسسات التي قفزت في العمل قفزت في البرامج قفزت في التعاطي مع ال يعني والتطور بما يتوائم مع ما يدور حولنا وخاصة فيما يتعلق بالاستيطان الهجمة الإسرائيلية كل ما يتعلق بما يكون به السلطات الاحتلال أنتم الآن في الواجهة أنتم في الخط الأمامي في البداية مهندسنا بدنا نتحدث عن الهيئة اليوم هي إحدى مؤسسات منظمة التحرير وهي هيئة ماذا كانت قبل ذلك؟ يعني الهيئة هي عبارة عن مؤسسة طارئة وليست دائمة. نعم. مرتبطة بالنضال ضد الاستيطان وضد الجدار وضد الاحتلال. نعم وعندما بإذن الله يزول هذا الهدف لا يبقى داعي هناك لمثل هذه المؤسسة، لذلك هذه المؤسسة ترتبط مهامها ورؤيتها الاستراتيجية بمواجهة ومقاومة مشروع الاحتلال على أرضنا. مشروع الاستيطان على ارضنا مشروع الجدار على ارضنا هناك بلا شك بسبب انغلاق الافق السياسي هذا الخطه الاستراتيجيه تدحرجت بشكل خطير جدا اللي قدم الارض الفلسطينيه وتدمير فرص قيام الدوله نعم. ومن هنا جاءت اهميه تطوير عمل هذه الهيئه في السنوات الاخيره الهيئه كانت قد انشئت سابقا كوزاره الدوله عندما بدا ببناء الجدار في عام 2004 <تصفيق> <تصفيق> ثم ان يعني مر عليها عدة وزراء ثم حولت إلى ملف يتبع وزارة التخطيط ثم وزارة المالية ثم وزارة الحكم المحلي ثم أعيد إنشائها من جديد كوزارة في عام 2009 في حكومة الدكتور سلام فياض واستمرت لمدة تقريبا ثلاث سنوات ثم أعيد تحويلها إلى ملف من جديد واتبعت نعم. وزارة الحكم المحلي ثم توليت في عام 2014 رئاستها كوزيرا وانا وزير الزراعه وفي هذه الفتره تم فصلها من جديد واعتبارها مؤسسه مستقله لها صفتها المعنويه وذمتها الماليه والاداريه بالرغم ان تبعيتها لوزير الزراعه وليس لوزاره الزراعه نعم. مثل ما كانت تتبع لوزاره الحكم المحلي يعني أي انها تم اعادتها كملف مستقل وإعادة الاعتبار لها كملف مستقل ولكن يديرها وزير الزراعه ثم بعد انشاء الحكومه حكومه التوافق تولاها وزير الزراعه الذي جاء بعدي ثم في وقت لاحق تولت يعني تولاها السيد او الشهيد نعم. زياد ابو عين رحمه الله الذي استشهد بعد ثلاثة شهور من توليه المهمة نعم وكان دمه الغالي زخماً لهذه الهيئة ولتوجهات وللتوجهات الوطنية في المقاومة الشعبية وفي نعم. مواجهة الاحتلال ومشروع الاستيطاني وثم بعد ذلك في عام 2015 توليت أنا رئاسة الهيئة من جديد نعم في المرة الأولى توليتها ثلاثة شهور أيام ما كنت وزير زراعة وطبقت الهيكليه الاولى لها، اول هيكليه لهذه الهيئه نعم نفذت عام 2014 ثم في عام 2015 عندما توليت رئاسه من جديد قمت بتوسيع مهام هذه الهيئه وقمنا باعداد هيكليه جديده تتواءم مع المهام الخطيره التي تواجهنا نعم. في هذا الموضوع وصادق سياده الرئيس على هذه الهيئه على هذه الهيكليه وتم تنفيذها في نهاية عام 2015 تم وضع خطة لأول مرة يوضع عليها خطة نعم. للهيئة ورؤية استراتيجية وخطة تعزيز الصمود للتجمعات البدوية لمواجهة مشروع التهجير القسري وكررت هذه الخطة في بداية عام 2016 من قبل الحكومة الفلسطينية بالإجماع نعم. وتم توفير التمويل لها وتدحرجت مهام الهيئة بناء على إقرار هذه الخطة من قبل الحكومة وتلقت الهيئة دعما رئاسيا من قطع النظير ودائما ودعما حكوميا من قطع النظير بسبب طبيعة المهام التي تواجهها بسبب طبيعة الإنجازات التي تحققت من الهيئة وكذلك تم زيادة كادر الهيئة مضاعفته اعتقد ان كاد الهيئه الان تم مضاعفته بنسبه 100 او 120% بالمئة لكن ايضا في العام القادم هناك هيكليه تدرس الان صادق عليها السيد الرئيس مره اخرى لتوسيع مهام الهيئه مره اخرى ولتمكينها من القيام بالاعباء او طيب بالمهام الموكله اليها ولذلك نحن مقدمون في بدايه العام القادم على مهام جديده، خطط جديده في مواجهه التحديات الكبيره التي تواجهنا طيب طيب مهندسنا يعني هذا هذه الاستقلاليه في العمل هذا الصفه الجديده الاعتباريه لهذه المؤسسه انها اصبحت هيئه من هيئات منظمه التحرير الفلسطينيه ماذا اختلف في 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 البرامج او ما الذي اختلف عليها يعني هل زادها قوه هل بدنا نفهم هذا المحور يعني الاسباب التي دعت الى الحاقها بمنظمه التحرير نعم. هي اسباب لها علاقه بطبيعه المهام الموكله لهذه الهيئه نعم المهام الخدماتيه هي جزء من عمل الحكومه دائما ولكن حتى لا نحمل الحكومه عبء المهام الاخرى التي اضيفت لها هي او حتى تستطيع الهيئه ان تلم شمل الجميع العاملين في مجال المقاومه الشعبيه جميع القوى العامله في مجال المقاومه الشعبيه نعم. كانت تبعيتها لمنظمه التحرير ولاعطائها ايضا صفة عمومية سياسية وعمومية أكثر منها صفة خدماتية نعم. و و يعني تقديم خدمات للمواطنين لذلك كانت تبعيتها لمنظمة التحرير أعطاها هذا زخم في هذا الإطار ولكن أيضا أبقت على علاقاتها الوثيقة مع الحكومة الفلسطينية وعلى برا وعلى علاقاتها الوثيقه في برامج الحكومه نعم وكذلك في التزامها نعم. بالقانون آه قانون الخدمه المدنيه وبالموازنه العامه آه كاطار في الموازنه العامة يعني الخط يعني العمل يعني المشترك ما بين الحكومه ومنظمه التحرير نعم. يعني عمل والماليه نعم نعم, نعم. الـ طيب. الـ الهيئه تدمج في علاقاتها طيب. ما بين الحكومه وما بين المنظمه التحرير وما بين تبعيتها للرئيس الرئيسة الرئيس مازن نعم وتوجهاتها النضالية الشعبية أيضا لها بعد شعبي عميق أيضا لذلك هي تربط الثلاث مكونات مكون الشعبي نعم. والمكون الحكومي نعم. والمكون منظمة التحرير السياسي والرئاسي في هذا الموضوع طيب, طيب أخي أبو العلاء يعني الجد... هيئة مقاومة الجدار والاستيطان يعني أسست هذه من منذ بداية بداء الجدار الجدار كان هو العنوان يعني نصد هذا الاستيطان الزاحف لكن الان الاستيطان دخل وتوسع ما بعد الجدار. يعني ما البرامج التي كانت في البدايه وضعت في البدايه تاسيس هذه من ملف لوزاره ل واليوم ايش اللي اختلف؟ أبا؟ في الهيئه يوجد اربع مكونات اساسيه لبرامج الهيئه. نعم. المكون الرئيسي في في عملها الذي استدام منذ البدايه حتى الان هو مكون القانوني. نعم. وفي الاداره العامه للمتابعه القانونيه تم الدفاع عن مساحات واسعه جدا من الاراضي الفلسطينيه ومنع تسريبها وافشال عمليات التزوير التي تتم الان بين ايدينا عشرات الملفات بهذا الخصوص كل يوم لدينا انجاز جديد في هذا القضيه في منع وقف منع ووقف تسريب الاراضي الفلسطينيه والعقارات الفلسطينيه اول امس نشرت معلومات عن عمليه صفقه اراضي في سور باهر ولكن عندما تناولها خبراء في الهيئة تم اكتشاف أن الوثائق غير دقيقة الأختام غير صحيحة الوكالات غير صحيحة وتم مراسلة وزارة الخارجية الفلسطينية وسفارة فلسطين والوزارة الخارجية الأردنية والجهات المختصة واكتشف أن هذه كلها صفقة مزورة من أولها حتى نهايتها اليوم لدينا ملف آخر مزور تم اكتشافه اليوم هناك ما مجموعة سبعين ألف دنوم تقريبا تم استعادتها خلال ثلاث ومنع من خلال السنوات الثلاث الماضيه منذ تسلمت انا رئاسه هذه الهيئه، نعم. هذا عمل مستمر منذ البدايه ولكنه الان يتدحرج بشكل اكبر نعم. ويوفر له يعني امكانيات افضل، المساله الاخرى الجانب الاخر هو جانب المقاومه الشعبيه، والمقاومه نعم. الشعبيه هي اسمها مقاومه شعبيه ولكن نحن في هيئه مقاومه جدار الاستيطان يعني قررنا ان نكون مظلي لهذه اللجان كامله استطعنا تجميع هذه اللجان كان أفضل نموذج للمقاومة الشعبية هو نموذج الخان الأحمر نعم. الذي تجلت فيه القدرات الفلسطينية الكاملة واندمج فيها العمل الشعبي الفلسطيني مع العمل الحكومي وعمل الوزارات والمؤسسات وعمل السياسي الفلسطيني حيث أن المكونات المجتمع الفلسطيني نعم بدءا من سيادة الرئيس الأخاب مازن ودعم لا والقيادة السياسية الفلسطينية مركزية وتنفيذية وثوري ووطني ومركزي ولجان أقاليم كلها والفصائل العمل الوطني كلها اندمجت مع الحكومة الفلسطينية بكل طاقاتها مع الأطر الشعبية هذه المكونات استطاعت أن تصنع ملحمة الخان الأحمر نعم. وهو إفشال مشروع التهجير القصري المكون الرابع في ذلك طبعا نحن في مجال المقاومة الشعبية نعمل في مواقع كثيرة جدا في بيتا في إزالة البؤرة الاستيطانية في المزرعة الغربية في الرسان في المغير الآن في أماكن كثيرة جدا بالإضافة إلى المواقع المعتادة مثل بلعين ونعلين ونبي صالح وكفر قدوم والبدر القديم في الخليل ومسافر يطة وأبو نوار وجبل البابا وبيت تمر وكسرة وجلود وريف و بورين وكل هذه المواقع وعزون و وغيرها كل هذه المواقع مواقع تماس نعم, نعم مواقع نعم. تماس ولكن هناك لك فتح لمواقع جديدة يعني نعم وستشهد نعم. الأيام القادمة خطة جديدة في هذا الموضوع اللي فتح عشرات المواقع في مواجهة المقاومة الشعبية ضد الاحتلال وضد الاستيطان نعم الهدف الرابع الثالث الذي نعمل فيه وهو هدف تعزيز الصمود وفي هدف تعزيز الصمود ندرك ان الهجمه تسير الان على تجمع على الفلسطينيين في مناطق جيم وهذه تستهدف الارض والسكان الارض تحدثنا عنها في موضوع الدفاع القانوني وتوفير المحامين وغيره لا. والمساحين وكل ذلك في موضوع تعزيز الصمود هناك لدينا خطه الان لمواجهه التهجير القسري هذه الخطه تولى عمليه توفير الحاجات الاساسيه والاحتياجات الضروريه للسكان في مناطق جيم لتوفير ظروف على الاقل يعني قريبه الى الظروف في القرى والمدن الفلسطينيه نعم. تمكنهم من البقاء والصمود في هذه المناطق مثل توفير خدمات الماء والكهرباء نعم وكذلك التعليم والصحه، بني اكثر من 15 مدرسه بالتعاون مع وزاره التربيه والتعليم في مناطق جيم منذ ثلاث سنوات هذه لتوفير خدمة التعليم نعم. بنيت اليوم بالمناسبة تم هدم المدرسة اليوم نعم. جديدة نعم في نعم. منطقة في الخليل نعم. في شمال الخليل الان ايضا وفرت التعليم الخدمات الصحية أكثر من 1700 تأمين لحوالي ألف مواطن فلسطيني في مناطق جيم مجانا يقدم من خلال الهيئة نعم. ووزارة مع وزارة الصحة وباقرار الحكومة الفلسطينية هناك ايضا خدمات في مجال الكهرباء والماء الطاقة الشمسية توفير خزانات المياه وخطوط النقل للمياه بالاضافه الى حراثه الاراضي وتسييجها والدفاع عنها في مناطق المستطان حملات الزراعه وحملات هذه آه نعم. نعم كل هذا نعم. ذلك، ياتي المجال الرابع وهو مجال التوثيق، توثيق جرائم الاحتلال وانتهاكاته ويعد نعم. التقرير الذي تصدره هيئه مقاومة والجرائم في هذا المجال هو التقرير الافضل من نوعه الذي يقدم للجنه الوطنيه لمتابعه ملف المحكمه الجنائيه نعم وملف الاستيطان ويقدم لوزاره الخارجيه ولدائره شؤون المفاوضات في منظمه التحرير نعم. ونعد نحن بشكل ربعي ونصفي وسنوي هذا. بشكل كامل هذا التكامل دا. ما بينكم كمؤسسات مشاهدينا نذهب الى فاصل قصير ثم نستمر ونواصل هذه الحلقه اهلا بكم مشاهدينا من جديد نواصل ونتواصل للتعريف بهيئة مقاومة الجدار والاستيطان وظيفنا المهندس وليد عساف معالي الوزير، يعني في الجزء الأول من الحلقة تحدثنا عن الهيئة وعن برامجها. الآن معالي الوزير يعني جهودكم نشاطاتكم مقاومتكم حقيقة نضال أسطوري يعني حقيقة في الوقت الذي حولنا العالم العربي العالم كله تخلى عن القضية الفلسطينية تتجلى الآن المقاومة الشعبية تتجلى فينا الروح الوطنية تتجلى فينا منع تنفيذ المشاريع الاستيطانية المدعومة من أمريكا ومن... طيب يعني مهندسنا ما يجري في الخان الأحمر علمنا وعلم أبنائنا الكثير ما هي الدروس التي اردتم ارسالها للعالم عدا عن الحفاظ على الارض؟ لماذا الخان الاحمر؟ نعم نعم الخان الاحمر هو بوصله ما سيجري في الخان الاحمر هو بوصله للمشروع الوطني الفلسطيني نعم. اذا نجحنا في الخان الاحمر انا اقول ان المشروع الوطني على المدى المنظور مستمر وناجح واذا نجح الاحتلال سيوجه ضربه كبيره للمشروع الوطني على المدى المنظور لماذا؟ لأن الخان الأحمر يعني بوابة القدس وهدمه وتهجير السكان هناك يعني عزل مدينة القدس تماماً عن الضفة الغربية وعن الأراضي الفلسطينية. نعم. إبعاد لمكون أساسي من مكونات الدولة الفلسطينية والمشروع الوطني، القدس. المسألة الثانية أن تهجير الخان الأحمر والتجمعات المحيطة المحيطة به يعني تقسيم الضفة الغربية إلى شمال وجنوب. تبعد كل كتله عن الاخرى 30 كيلو منطقة العازله بين شمال الضفه جنوب الضفه ووسط الضفه الغربيه مم. وهذا يعني فقدان وحده الاراضي الفلسطينيه وعدم قدرتها على التواصل وضربه ثانيه للمشروع الوطني الفلسطيني، المساله الثالثه ان في الخ... في مناطق جيم التي تعتبر 63% من الضفه الغربيه هناك 225 قريه مثل الخان الاحمر تهجير الخان الاحمر هو بدايه تهجير القصري للسكان من مناطق جيم وتفريغها وهي تشج... وهذا يخطط له لتهجير لتفريغ 50% من الارض الفلسطينيه نعم. اذا نحن سنخسر هذا البحر الممتد من الذي يسمى مناطق جيم وستبقى سنبقى الفلسطينيين في الجزر الموجوده داخل البحر لا يستطيعوا على التواصل تفصل بين هذه الجزر مناطق جيم كتل استيطانية مستوطنون حواجز عسكرية وبالتالي تضييق كدتنا على التواصل نتحول إلى جزر معزولة مخطط الكنتونات بداية صفقة القرن المسألة الرابعة عن الخان الأحمر هو 46 تجمع محيط فيه هم لاجئين نعم. ومخطط تهجيرهم وإعادة توطين للاجئين الفلسطينيين وبالتالي نحن نتصدى هناك لمخطط توطين اللاجئين نعم. والمسألة الخامسة هي الحدود مع الأردن السفوح الشرقيه والاغوار نعم. وبالتالي هي الحدود مع العمق العربي وتكوين ولا يمكن ان يكون لدينا دوله فلسطينيه قرر الحياه بدون عمق العربي هذه المكونات نعم. في الخان الاحمر تتجمع كلها ونكون نخوض معركه اسقاط صفقه القرن في الخان الاحمر نعم. لذلك نقول مؤشر عنوان نعم. مؤشر المعركه صحيح. هو مؤشر استراتيجي لبقاء المشروع الوطني الفلسطيني في المدى المنظور طيب طيب مهندسنا يعني الـ الـ هذه العلاقات الدوليه اللي جلت في الخان الاحمر، الحركه الدبلوماسيه من من سفراء العديد من الدول اللي دعموا وجودكم كرموز للسلطه الفلسطينيه، رموز الحركه الوطنيه، ما هي العلاقات الدوليه اللي بنيتوها؟ ليس في الفتره القليله يقول, يقول احد ضباط الاداره المدنيه نعم لاحد الاعلاميين الذي تقدم بطلب تصريح الى داخل الخط الاخضر فما فرفضوا التصريح وطلبوا منه مراجعه الاداره فعندما دخل قالوا انت عملت بالخان الاحمر كاعلامي قال لهم نعم هل ممنوع العمل في الخ... هل الذهاب للخان الاحمر قال لا انت عملت في مخطط الترويج انتجنا مجموعه من الافلام الترويج ل... ل... لقضيه الخان الاحمر والتي نجحتم فيها كفلسطينيين مره اخرى في اعاده الخبر الفلسطيني الى الواجهه بعد ان عملت اسرائيل على إعادة الخبر الفلسطيني إلى إلى أسفل نشرة الأخبار إلى نهايتها، أنتم أعدتم في الخان الأحمر القضية الفلسطينية، ونجحتم في المستوى الإعلامي الدولي، ونجحتم في تحريك الرأي الدبلوماسي والإعلامي والبرلماني والحكومات ومجلس الأمن والبرلمان الأوروبي وما وكل الاتحاد الأوروبي وكلها، وبالتالي ما تحقق هناك يعتبر النجاح متميز، ولذلك لن نمنحك تصريح. اعتقد ان ان ما حدث في الخان الاحمر نعم اعاد القضيه الفلسطينيه الى واجهة بعد ان حاول الجميع ان يضيعوا القضيه الفلسطينيه وبعد ان طفت الانقسامات العربيه والحروب العربيه على على القضيه الفلسطينيه اعادت قضيه الخان الاحمر القضيه الفلسطينيه الى الفلسطيني الى الواجهه وأعادت توجيه الأولويات الفلسطينية باتجاه الصراع مع الاحتلال ونبذ الصراعات الداخلية ولذلك نعم في الخان الأحمر الجهد الجماعي نجح هناك الاعلاميون الدبلوماسيون اكثر من 15 وفد دبلوماسي زار الخان الاحمر في احدى المرات تراوح ما بين 11 دبلوماسي الى 40 دبلوماسي في مره واحده كانوا يزور الخان الاحمر وجاء كل ذلك الزياره الاولى بعد مواجهه الجرافات في المره الاولى تجلت المواجهه الجرافات في دمج مشروع المقاومه الشعبيه مع مشروع دعم الصمود للسكان مع المعركه الاعلاميه والدبلوماسيه والسياسيه نعم. لتنتج هذا النموذج الذي نريد منه ان نعم. يصبح نموذجا لكل التجمعات الاخرى. طيب مهندسنا الاستهداف للزيتون للارض للقريه للمدينه شوارع التفافيه هذا الجهد الدبلوماسي اللي تحقق في الخان الاحمر وتحدثت عن مؤسسات دوليه يعني ما هي خطتكم او ما هو عملكم في, في في الساحه الدوليه من اجل احباط من اجل المنع اسرائيل من الوصول الى خطه القرن او يعني صفقه القرن ايش جهودكم عليك في ال... لدينا خطتين يعني. نعم الخطه الاولى تقوم على خطه خطه استباقيه لافشال مشروع التهجير القسري نعم والتي ستنف... ستعزز نموذج الخان الاحمر لكل التجمعات الفلسطينيه هذا اسمه الخطه الاستباقيه لمواجهه التهجير في الخان الاحمر احنا فوجئنا بحجم الحت... بضغط الاحتلال بهذا ال... الكم الهائل من الضغط لعمليه التهجير وبإجماع اسرائيلي كامل من اقصى اليمين لكل تجمع للوسط لغيره حتى جزء من اليسار الاسرائيلي <applause> الذي كان يريد ان يهدم الخان الاحمر لتنفيذ مشروع ربط المستوطنات وعزل القدس و... ولذلك نحن نقول نستطيع اننا بعد عمل كثيف ودعم كبير من سياده الرئيس والحكومه نجحنا في تكوين وحده داخليه نعم. بين تطلعات السكان وطموحاتهم واحتياجاتهم وبين تطلعات او او استراتيجيه السلطه الوطنيه الفلسطينيه ومنظمه التحرير في الحفاظ على هذه المناطق وحصل هناك وحده موقف ثابته صلبه نتج عنها مقوله اساسيه نعم. اننا لن نقبل السكان هذا كذا لن نقبل بالتهجير لا طوعا ولا قصرا يعني نعم لن نخضع لبرنامج الاحتلال السكان يقولون لا نقبل تهجيرنا لا بارادتنا يعني بصفقات ولا بالقوه وسنبقى ثابتين، هذه المحصله التي اردنا الحصول عليها نعم. ووصلنا اليها، نعم. هذا النموذج سيتم تعزيزه في باقي التجمعات، الخطه الثانيه عشان الزيتون والمناطق جيم تشكل المساحه الاكبر نعم. نحن نريد ان نبسط سيارتنا الفلسطينيه كأمر واقع في في مناطق جيم من خلال مجموعه كبيره جدا من المشاريع ولكن نعتقد ان اينما اقام فلسطيني وسكن وثبت وبقي واينما اقيمت مدرسه واينما اقيمت عياده ومشقه طريق ومدرسه شبكه كهرباء نعم, نعم نكون اثبتنا الوجود الفلسطيني لذلك تقوم خطتنا هذه على الانتشار خطه الانتشار وبسط السياده الفلسطينيه في مناطق جيم نريد ان نضاعف مساحه المدن، مساحه القرى، مساحه البلدات لكي تنتشر اكثر واكثر وبالتالي نضيف طيب. في المدى المنظور 10% من مناطق الجيم إلى مناطق المحيط الفلسطيني في ألف طيب. وباء طيب أخي أبو العلاء يعني الإداراتكم المختلفة القانونية والعمل الشعبي وتوثيق المعلومات و... آه. ماذا تنتجون من مواد بدقيقتين ماذا تنتجون من نشرات دورية أولا, أولا, أولا ننتج أشياء دورية وننتج أشياء متقطعة الأشياء نعم. الدورية نحن ننتج تقرير اسبوعي وشهري وربعي ونصفي وتقرير سنوي، التقرير السنوي يعني في بدايه شهر واحد ما بين الاسبوع الاول والاسبوع الثاني سيتم اصدار التقرير السنوي عن انتهاكات الاحتلال لعام 2018. هذا التقرير يحتوي على كل انتهاكات الاحتلال فيما يتعلق بالمشروع الاستيطاني ومشروع السيطرة على الأراضي ومشروع تهجير السكان لا. ومشروع الاعتداءات وهذا يشمل محاور متعددة لكن تم إعداده إعداد هذا هذا التقرير ليس كتقرير إعلامي وليس كتقرير صحفي تم إعداده كتوثيق قانوني لكل جرائم الاحتلال هذا التقرير يقدم كأساس للمحكمة الجنائية باسم دولة فلسطين وهذا التقرير يتم مراجعته يتم يعني هو ملخصه يكون 200 صفحه تقريبا ولكن هو يحتوي على مرجعيه من الوثائق تصل الى مليون وثيقه نعم تسند هذا التقرير وبالتالي اي طلب من المحكمه الجنائيه لاي تفصيل حول ذلك واثبات للجرم ومن ارتكبه ومن فعله وكيف ومتى واين وما هي كل ذلك موجود لدينا في الارشيف ويتم تعزيز التقرير فيها لكن نحن نوزع التقرير وهذا هو المنجز لكن احنا ايضا يعني هذا التقرير المهم جدا نعم. لكن نصدر بشكل دوما بيانات صحفيه تقارير خرائط حول اي كل كل المستوطنات نعم. توسع فيها مخططها الهيكليه بالاضافه الى مسارة الاراضي لدينا دائره جي اس سيتم ايضا توسيع هذه الدائره بشكل لتكون قادره على سيكون لدينا في خطتنا القادمه في الاعلام عندنا مسالتين، المساله الاولى اننا قمنا بتوسيع وحده العلاقات من دائره العلاقات الاعلام الى وحده العلاقات الدوليه والاعلام والعلاقات العامه، ولذلك هذه الوحده ستتولى الان تصميم خارطه ستكون على موقع الهيئه كل انتهاكات الاحتلال سيتم وضعها مباشره على موقع على هذه الخارطه مم. ومن يذهب مم. الى هذه الخارطه يستطيع ان يدرك كل يوم بشكل مضاء الاعتداءات الاسرائيليه على السكان الفلسطينيين هذا جزء من فضح جرائم الاحتلال شكرا شكرا معالي الوزير يعني الوقت داركنا حقيقه كنا حابين نسمع اكثر من جهودكم وبرامجكم مشاهدينا يعني هذه الهيئه هيئه مقاومه الجدار والاستيطان مستمره في عملها برامجها متطوره نعم, واحدة. نعم. يعني انا اود في هذا في نهايه هذا البرنامج عن الهيئه ان اتقدم بالشكر الكبير لكادر هيئه مقاومة جلال الأستان الذين يعملون ليل نهار على فكره يعملوا على مدار 24 ساعه نعم ناموا في الخان الاحمر 160 يوم ولا يعني نعم. يعملون طوال ايام الاسبوع في ايام الجمعه نعم. والسبت اصيب واعتقل نصف اعضائهم خلال العام الحالي نعم نشهد على ذلك نعم وأنا الشكر للجيش المقاومه نعم. الشعبيه في كل مكان ولكل الذين وقفوا معنا في الخان الاحمر وانا اؤكد لسياده الرئيس نعم. اننا ماضون في الدفاع عن مشروع الوطن الفلسطيني شكرا. بشكل كامل شكرا لك ونشكرهم ايضا زملائنا واخواننا في الخان الاحمر وفي الهيئه جميعهم شباب وصبايا ما شاء الله عليهم دائما في المقدمه مشاهدينا شكرا لمتابعتكم والى اللقاء